عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ إني لا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أريد أن أستفسر من حضرتك على 3 أمور. اتفضل. فالأول، كان لي صديقا يرتكب بعض الذنوب وكان يجرني إلى هذا الطريق، فابتعدت عنه وقاطعته مقاطعة أبدية حتى إني لا أسلم عليه أبدا. والله السلام، السلام ممكن تتفادى بس الإثم، تقول السلام عليكم ويكفي. أفعل ذلك ولكن لا أسلم عليه، أتحدث معه ولا أي شيء من ذلك. خلاص ما في مشكلة.